السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضرة جديدة معانا من منهج الفارماكولوجي بتاع ضوابط الطوارئ في المعهد الفني الصحي. هنتكلم النهاردة على الشابتر اللي قبل الأخير إن شاء الله. هانت شباب، قربنا نخلص المنهج. الشابتر بيتكلم على كالسيوم، مغنيسيوم، أند بوتاسيوم، الكترولايتس. التلاتة دول هما اللي اختاروهم من الكترولايتس نحن نتكلم عليهم، كالسيوم، مغنيسيوم، وبوتاسيوم. كلمين عنهم تفصيل جدا جدا. هنحاول نركز على الحاجات المهمة يعني، والحاجات اللي ايه في حاجات ممكن نعديها شوية. اول حاجة هنتكلم عليها هو المغنيسيوم. طبعا هو من اكتر الحاجات الموجودة intracellular fluid، موجود جوه السيلز، بعد البوتاسيوم. يعني البوتاسيوم رقم واحد، هو رقم اتنين. مسؤول في النيرف امبلس تو ماسلز تو اكتيفيت انزيم نيسري تو فور كربوهيدرات وبروتين ميتابوليزم. 65% من المغنيسيوم موجود في العظم و20% من المسل. تعالوا بقى ايه نفهم كده الدنيا ماشيه ازاي. الحاجات دي مهمه، بوتاسيوم ومغنيسيوم وكالسيوم وصوديوم. احنا اتفقنا ان جسمنا كله ماشي بالاشارات وكانه ماشي بالكهرباء. هي الكهرباء دي عباره عن ايه؟ عباره عن الكترولايتس. الكترولايتس دي داخله وطالعه بنسب مختلفه، هي دي اللي بتعمل لي كأن في بوزيتيف ونيجاتيف داخل. هي دي النيرف امبلس اللي بتطلع من الاشارات اللي بتطلع من المخ وتوصل لكل اعضاء الجسم وترجع من اعضاء الجسم للمخ وهكذا. كل ده عبارة عن خروج الحاجات اللي انا هتكلم عليها دي ودخولها من الايه الاعضاء المختلفة. كل واحد بيؤدي مهمة معينة، عشان كده وجوده بشكل قليل او وجوده بشكل كبير هيعمل لي مشكلة. خلاص، الكلام ده الكتير اللي هو هيقوله ده هنعرف ايه المهم منه. لكن اللي عايزاكم تعرفه برضو كمبدا، بما ان احنا هنتكلم عن المغنيسيوم والكالسيوم، دايما المغنيسيوم والكالسيوم عكس بعض. خلاص، المغنيسيوم بيعمل حاجه، الكالسيوم يعمل عكسها في معظم الحاجات. برضو عشان اكون دقيقه، في معظم الحاجات هما بيبقوا عكس بعض الى حد كبير. المغنيسيوم والكالسيوم الاثنين بيبقوا موجودين بشكل كبير قوي في العظم، تمام. فاتفقنا ان هو مسؤول طبعا عن النيرف امبلس اللي احنا اتفقنا عليه والمسل. دايما شغل المغنيسيوم بيكون في الحاجتين دول، في العضلات وفي موضوع الاعصاب. مهم جدا في التمثيل الغذائي بتاع الكربوهيدرات والبروتينات. طيب امتى يقل عندي المغنيسيوم؟ ديبليتد، يعني زي الستورز بتاعتها تقل، يعني المخزون بتاعها بيقل عندي في الجسم. مال ابزوربشن، يعني في مشكله عندي في الامتصاص، باخده عن طريق المغنيسيوم. طبعا كل الحاجات دي الانتيك بتاعي الاستقلاليه ليا ديلي ريكويرمنت، يعني كل يوم انا محتاجه كميه معينه تدخل لي من الحاجات دي داخل جسمي. خلاص، في جزء بيخرج فانا عايزه ادخل ايه جزء مكانه، ده بيدخل لي عن طريق الاكل. خلاص، فكل اكلنا بقى بصور مختلفه فيه الحاجات دي بنسب مختلفه. فاول حاجه، انا ممكن اكون باكل حاجات فيها مغنيسيوم لكن ما بيتمش امتصاصه، ما الابزوربش. كرونيك دياريا، الاسهال الجامد جدا ده اللي هو مزمن بيخرج المغنيسيوم بشكل كبير من جسمي. برولونج تريتمنت ويز دايريتكس، الناس اللي ماشيه على مدرات البول اتفقنا ان بتخرج ايه معاها شويه الكترولايتس. الناس اللي ماشيه كتير على بارنتال نيوتريشن ما فيهوش مغنيسيوم. احنا حتى عندنا برضو في الوحده لا بنحط صراحه المغنيسيوم، مع انه مش اساسي قوي، لكن اللي هيمشي مده طويله على البارنتال نيوتريشن لازم اديله معاه مغنيسيوم. مغنيسيوم سلفيت بيتاخد ادمنسترد اي في، عندي الفورم بتاعه او شكله الاي في موجود في هيئه ايه الملح اللي اسمه مغنيسيوم سلفيت، موجود على شكل امبولات. اي في مغنيسيوم سلفيت الكاينتكس بقى بياكت ايميديتلي، بيشتغل بشكل على طول سريع. لكن الانترا ماسكولار لو هديه عن طريق العضل في خلال 30 دقيقه. الانترا ماسكولار بينفول، مؤلم، ما يفضلش ان انا اخده انترا ماسكولار. ميتابوليزم والاكسبريشن بتاع المغنيسيوم ولا بيتكسر لحاجه، بيخرج زي ما هو ايه في البول او في البروز. طيب فارماكوثيرابيوتكس ايه المفعول بتاع المغنيسيوم سلفيت ده؟ هل هو مجرد بس سورس اوف مغنيسيوم؟ لا، ده ليه مفعول طبي. اول حاجه طبعا في الهايبومغنيزيميا لو المغنيسيوم قليل. تاني حاجه مهمه قوي قوي بقى، ودي حالات برضو انا شفتها بعيني، بنستخدمه عشان امنع حاجه اسمها بري اكلامتيك اند اكلامتيك سيجر. مين بقى البري اكلامتيك والاكلامتيك سيجر دول؟ بصوا يا جماعه، دي واحده حامل ضغطها بيعلى، المفروض ان الضغط ما يعلاش اثناء الحمل،
لو ضغطها بيعلى وبنسبة متكررة وأرقامه عالية، بنبدأ نحاول معاها إن احنا نديها أدوية للضغط. لكن في الفترة الأخيرة بالذات في الحمل لو ضغطها بيعلى جدا، لا بخاف من حاجة اسمها بريكلامسي. بريكلامسي دي بنسميها تسمم الحمل، عبارة عن ضغط دم مرتفع، ألاقي عندي بروتين في اليورين، المفروض إن ما يبقاش فيه أي بروتينات في البول، اشوف البروتين عندها في اليورين الاقي فيه بروتين في اليورين، لازم وفورا ان انا ايه اعمل ترمينيشن بريجنسي، بقى بعمل قيصريه، ولاده قيصريه، واطلع الجنين، والا هيحصل كومبليكيشن سيئه للام وللجنين. خلاص يبقى دي حاله لازم اعمل فيها ترمينيشن اوف بريجنسي، هي دي الاكلامسيا. لا قدر الله ممكن تعملي تشنجات وتعمل مشاكل جامده. برضو بستخدمه في تريتمنت اوف حاجه بقى اسمها ترسيب دو بوا، ما علينا. المهم ان هي حاجه من ايه فنتريكولار اريزميا، نوع من انواع الايه الاريزميا، استخدم فيها المغنيزيوم سلفيت. فاكرين لما احنا قلنا ان الكالسيوم والمغنيزيوم عكس بعض، الكالسيوم بيعمل كونتراكشن، المغنيزيوم بيقلل الايه المسل كونتراكشن، وبالتالي يريح القلب ويقلل الاريزميا. الرسمه اللي انا كنت حاطها لكم دي عشان بصراحه المغنيزيوم سلفيت ليه استخدام تاني في الازمه، برضه عشان فكرة المسل كونتراكشن، وبيريح المسل كونتراكشن فبيعكس البرونكو سبازم، يخليه برونكو دايليشن. مش مكتوب عندكم لكن دي معلومة ليكم، يعني هتلاقوا احيانا بيتحط في النبلايزر او بيتاخد للمرضى علشان اللي عندهم ازمة شديدة مش بتفك. common side effects of magnesium، بيعمل ايه؟ ممكن يعمل لي هايبوتنشن، دي حاجات بقى اللايف ثريتنينج بقى، متهدد حياة، بيقلل الضغط جدا، عشان كده لازم اخده في منطقة فيها عناية او كده. circulatory collapse، flushing، احمرار في الوجه، depressed reflexes، مش يجي الدكتور يحاول يعمل له الريفلكسز بتاعته، يشوف ردود فعله العصبية بيلاقيها انها قليلة. respiratory paralysis، دي الموضوع اللي قلب ضده زي ما اتفقنا، خلى المسلز بتاعت تحصل لها relaxation زيادة عن اللزوم. cardiac arrest، لا قدر الله، كلها حاجات خطيرة جدا يعني. antidote for toxicity، لو حصل توكسيتي المغنيسيوم ادي كالسيوم جلوكونيت فورا، بدي زي ما اتفقت معاكو كالسيوم عكس المغنيسيوم. دروج انتر اكشنز، مع الديجوكسين ممكن يؤدي الهارت بلوك، ديجوكسين بقى والوارفرين، انت في الحاجات دي دايما بتتفاعل مع طوب الارض يعني. مغنيسيوم سلفيت ويز جنرال انستاتكس ماي انكريز سنترال نيرفس سيستم ديبريسنت افكتس، مع الحاجات التخدير، فعشان كده بيخافوا بقى الست الحامل اللي يدوها مغنيزيوم سلفيت عشان ينقذوها من البريكلامسيا، وبيخدروها، بيخافوا جدا من موضوع ان يحصل لها اي ديبريشن في السينس. مغنيزيوم سلفيت كومبايند ويز ساكسينايل كولين او تيوبيكورين، ده دول الاثنين دول عباره عن ماسل ريلاكسنس، ماسل ريلاكسنس اللي باخدهم في حالات ان انا عايزه انيم المريض، اخدره كده المريض العنايه اللي بنيمه خالص، او مريض بخدره عشان اعمل بيه عمليه. مع مغنيزيوم سلفيت ده بيخلي اللي هو النيورو ماسكولار بلوكرز دي، او السكيلتال ريلاكس المسل ريلاكسنس او النيورو ماسكولار بلوكر ايجنتس دول، يزيد مفعولهم قوي، فمش بسهوله افوق المريض او اخليه يحرك جسمه بسهوله. خلصنا المغنيزيوم. كلمتين يا جماعه عن المغنيزيوم سلفيت، الموضوع يعني بسيط ان شاء الله ويتلخص في كلمتين. طيب بالنسبه للبوتاسيوم، لا البوتاسيوم مهم جدا 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 صراحه يعني. هو الميجر بوزيتيفلي تشارجد اين كاتاين، موجود في الانتراسيلولار، اكتر واحد موجود بنسبه كبيره هو البوتاسيوم، لكن الجسم ما بيقدرش يخزنه، فعشان كده لازم اخده كل يوم يوميا في الاكل بتاعي. لو مش ده مش هقدر اوفره، بضطر اني ايه اخده عن طريق يا اما اقراص او شرب، او عن طريق الايه الحقن. كايناتكس بتاعت البوتاسيوم، اورال بوتاسيوم ابزوربد ريدلي من الجي اي تراكت، عادي بيمتص، ممكن اخده اورال. عارفين السلو كي، سلو كي ده اقراص، دي عباره عن بوتاسيوم. في برضه حاجه اسمها بوتاسيوم شرب. نورمال سيروم ليفلز اوف بوتاسيوم ار مينتيند باي ذا كيدني which excrete most excess potassium intake، يعني انا دلوقتي باخد كميه بوتاسيوم معينه، الجسم بيحتفظ باللي هو عايزه ويخرج اللي ايه مش عايزه. داينامكس، بوتاسيوم ده اساسي ومهم جدا لكل functioning of all nerve and muscle cells، كل الخلايا العصبيه والخلايا بتاعه العضلات
عشان يقدر يحصل الترانزميشن او نقل الاشارات بتاعتي. البوتاسيوم شيء اساسي. كمان مهم للتيشو جروس والريبير فور مينتنس اوف اسيد، وكمان المينتنس اسيد بيس بالانس اللي احنا هنتكلم عليه في المحاضره الاخيره. يبقى مهم في التيشو جروس، في اي تيشو جروس عندي، وكمان في الاسيد بيس بالانس، يعني تقريبا في حاجات حيويه كلها. بوتاسيوم ريبليسمنت ثيرابي كوركت هايبوكاليميا، يبقى انا بستخدمه كحاجه بقى علاج لو انا عندي حاله من الهايبوكاليميا اقل من 3.5. هايبوكاليميا دي بتحصل في حالات ايه؟ فوميتنج، دايريا، اور نيزو جاستريك سكشن. طبعا من اشهر الحاجات حد عنده نزله معويه بيفقد طبعا البوتاسيوم بتاعنا من الفوميتنج، من الترجيع ومن الاسهال، فبضطر ان انا اعوضه من بره. طبعا بديله الكترولايتس، بديله طبعا المحلول الجفاف لو هو دخلنا في حاله الجفاف، لازم حاجه يكون فيها بوتاسيوم. اكسسيف يورينيشن، التبول زياده عن اللزوم فبيخرج كميات كبيره. لو في شويه كيدني ديزيز برضو احيانا بعضهم بيخرج بوتاسيوم زياده واحيانا بيحتفظ بوتاسيوم زياده. ملناش دعوه بقى بالسيستيك فايبروزس بيرنز، حروق وبعض الادويه، وان انا مش باخد بوتاسيوم بشكل كافي. طب ايه الادويه اللي بتعمل هايبوكاليميا وايه الادويه اللي بتعمل هايبركاليميا؟ الادويه اللي بتعمل هايبوكاليميا خدنا منهم شويه، خدنا منهم مين يا جماعه؟ دايوريتكس زي بوتاسيوم لوزنج زي اللازكس، وزي السايزايد كمان، السايزايد كمان بيعملوا بيتا 2 اجونست زي السلبيتامول بيعمل هايبوكاليميا، فقلنا ان احنا هنستخدمه في الهايبركاليميا. الاقي مريض عينيا ما عندوش ازمه ولا اي حاجه، مكتوب له فينتورين في استنشاء او فينتورين اي في او اي حاجه، ده عشان عشان اعالج الهايبركاليميا، عشان هو بيعمل هايبوكاليميا. لو حد عنده هايبركاليميا اديله فينتورين. الانسولين لو نفتكر برضو كده ان الانسولين كان بيدخل البوتاسيوم جوه السيلز، فبالتالي اجي اقيس نسبه البوتاسيوم الاقيها ايه؟ قليله. كورتيكوستيرويدز، انفوتريسن اللي هو كان انتي فانجل، ميتابوليك الكالوزس. يهمني الدايوريتكس بصراحه والانسولين اول ثلاثة، بيتا اجنست وبوتاسيوم وبوتاسيوم لوزنج دايوريتكس والانسولين. مين بقى بيعمل هايبركاليميا؟ خدنا واحد سبايرونولاكتون. سبايرونولاكتون ده اللي هو بوتاسيوم سبيرنج دايوريتك، برضه الاس انهبيتورز قلنا انه بيعملوا هايبركاليميا. اي مشكله رينال اتفقنا ان الكيدني مش هتخرجه فهيفضل في الجسم. ايجوكس فاكرين قلنا لو في هايبوكاليميا هيعمل توكسيستي. خلينا هما دول المهمين بس كده. ميتابوليك اسيدوزس برضه هنتكلم عليها. دراج انتراكشنز هي بقى ده اشهر واهم حاجه، ديجوكس الهايبوكاليميا اتفقنا لو في هايبوكاليميا هيعمل الديجوكس انتوكسيستيشن، هو مش هيلاقي اللي يشتغل عليه. بوتاسيوم شود بي يوزد كوشنلي ان بيشنت ريسيفنج بوتاسيوم سبيرنج دايوريتكس. واحد بياخد حاجه بتخلي البوتاسيوم في الجسم، لما اجي اديله بوتاسيوم اخلي بالي عشان ما ادخلش في هايبركاليميا. خلاص اشهرهم سبايرونولاكتون، سيبكم من الاثنين التانيين، او الايس انهبيتورز زي عيله بريل عشان ما اوصلش الهايبركاليميا. اعالجها ازاي من هايبوكاليميا والهايبركاليميا؟ احنا بقى فهمنا هايبو حد اكل فيه بوتاسيوم، اشهر حاجه يا جماعه اكل فيه بوتاسيوم الموز. خلاص انتوا كده اكتبوا كده فود ريتش ان بوتاسيوم على جوجل هيطلع لكم موز على طول. تمام. كومباين بوتاسيوم سبيرنج مع بوتاسيوم لوزنج دايوريتكس، اتفقنا في دواء كان اسمه لازيلاكتون، حطوا الاثنين مع بعض عشان اولا اللازكس اقوى فانا عايزه الايفكت بتاعه، وفي نفس الوقت خايفه من هايبوكاليميا فادي معاه بوتاسيوم سبيرنج. خلاص ادي الاثنين مع بعض. دراج هوليداي فور يعني دراج هوليداي يعني اريحه شويه، وادي طبعا بوتاسيوم كلورايد. خلاص كده عالجت الهايبوكاليميا. طب الهايبركاليميا قلنا بقى كذا حاجه منهم، الانسولين مع الجلوكوز، بدي الجلوكوز مع الانسولين عشان ايه؟ امنع ايه؟ ما يحصلوش هايبوجلايسيميا. انتروفينوس كالسيوم برده بيعالج الهايبركاليميا، انتروفينوس بايكارب في حالات الميتابوليك اسيدوزز. لازكس اهو هنا استخدمته بقى ايه؟ استخدمت السايد افكت كايه؟ كعلاج عشان يخرج لي البوتاسيوم زياده، وبعمل هيمو دايالسيس ان ريزيستنت كيسز يعني حالات البوتاسيوم بتاعها عالي قوي وعامل لي تاثير على ضربات القلب وتاثير على الوظائف العامه بتاعه الجسم، اضطر اعمل له غسيل. خلاص غسيل زي غسيل بتاع الكلى، غسيل كده عشان اطلع البوتاسيوم زياده من الجسم.
الأعراض الجانبية. الأورال يفضل يديمها مية كتير، ويفضل المريض واقف sitting، المفروض sitting sitting upright يعني قاعد في وضع مستقيم مش هو نايم، عشان أقل من النوزيا والفوميتنج والبين والألسريشن. لو حد intravenous potassium chloride مهم قوي قوي يا جماعة، متهيألي إن احنا هنقوله في حتة تانية الموضوع ده. بص، البوتاسيوم كلورايد عمره 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 ما بيتاخد دايركت اي في، لازم مخفف وتخفيف قوي. يعني احنا كده بنحفظها للتمريض. الامبوله بتاعت البوتاسيوم كلورايد فيها 5 سنتي، خلاص 5 سنتي بوتاسيوم كلورايد، ما ينفعش احط اكتر من 3 امبولات يعني 15 سنتي على ازازه الجلوكوز ال 500. خلاص واضح الموضوع ده. بحط البوتاسيوم على جلوكوز الازازه اللي هو الباكستر 500 الكبيره دي، ما احطش اكتر من 3 امبولات، 4 ده بالكتير قوي قوي كده عليت قوي يعني، بس خليني على 3. خلاص احفظوها كده، لازم يتاخد مخفف، يفضل في اللارج فينز، بيعمل فليب بايتس. فليب بايتس تعرفين اللي هو ايه؟ لا الاقي بقى الفين بتاعي مش مستحمل، تورم في الفين كله. فيفضل في اللارج فينز. الرابيد اي في ادمنستريشن بيكوز كاردياك ارست لا قدر الله، لو اتاخد بشكل سريع، واللي هو بقول لكم انه يا اما يتاخد دايركت هيعمل ليه فليبايتس، او يتاخد على مدار قصير خلاص يعمل لي كارديك ارست يموت المريض. لازم اديه بطريقه على طريق بشكل انفيوجن، خلاص انفيوجن اوف بوتاسيوم ان بيشنت ويز ديكريزد يورين برودكشن انكريز ريسك اوف هايبر كاليميا. لو انا عندي ما بيخرجش يورين بشكل كويس ايه هدخله في هايبر كاليميا. الكالسيوم خلصنا بوتاسيوم الحمد لله. الكالسيوم برضو واحد من الحاجات اللي موجودة بنسبة كبيرة في الجسم، معظمه موجود فين؟ في البون. 99% من الكالسيوم موجود فين؟ في العظم، معروف. جزء منه موجود في الايه؟ في الدم. وين لو انا محتاج في الدم كميته مش كافية، ومحتاج منه يبدأ يخرج من العظم وينزل في الدم، وعشان كده ده مشكلة عندي، هنشوف بقى هتعمل لي مشاكل الموضوع ده. لما اكون مش باخد كمية كافية من الكالسيوم، اهو الكالسيوم ستورز ان بونز ار ريديوسد، اهو ده اللي انا بقول لكم عليه، بيسحب من العظم للدم، علشان انا محتاج كمية كالسيوم اشغل بيها نفسي، اشغل بيها الاعضاء بتاعتي. عندي فين بقى الستورز بتاعتي؟ المخزن بتاعي هو العظم. كرونيك انسفيشنت كالسيوم انتيك اهو بيريزلت ان بون ديمينرايزيشن، يعني يبدا البون عندي يبدا ايه يحصل فيه فجوات عشان انا سحبت منه الكالسيوم. كالسيوم is replaced orally or IV with calcium salts، زي ايه؟ زي الكالسيوم كربونات والكالسيوم بيكونات. يبقى انا بعوض الكالسيوم من بره. عارفين الكالسيونات ده اللي هو الكالسيوم امبول اللي هو ناقص جدا دلوقتي في السوق مش لاقيينه. الكربونات ده اللي هلاقيه موجود بقى في المكسيكال والهايكال والحاجات اللي هي الايه الاورال، الادويه الموجوده بشكل اورال، لكن البلوكونيت هو اللي موجود في الكالسيوم امبول. كاينتكس اورال كالسيوم ابزوربد من الديودينم من الاثنى عشر، او من الجوجينم اللي هو بقيه الانتستن. لما بي اتش تبقى من 5 ل بي اتش اوف 5 to 7، باراثايرويد هرمون وفيتامين دي، كل ده بيساعد على امتصاص الكالسيوم. خلاص بي اتش القليله دي بلاقيها فين؟ بلاقيها في الايه؟ في المعده، لان فيها حامض طبعا. مع وجود فيتامين دي فدايما الاقي اقرا كده على الادويه اللي ما فيها كالسيوم، الاقي ايه؟ كالسيوم وفيتامين د. هو فيتامين د اللي وظيفته ايه؟ بيحسن من الامتصاص بتاع الكالسيوم. خلاص عشان كده الناس عندها نقص فيتامين د عندها ايه؟ مشكله في الكالسيوم ده. وطبعا قصه الباراثايرويد هرمون مش عايزين ندخل فيها. كالسيوم از ديستريبيوتد برايمري ان بون، كالسيوم سولز ار اليمينيتد ان تشينج. لو انا باخد كالسيوم من بره هيروح للعظم، جزء منه طبعا لو انا ما عنديش هايبوكالسيميا، والباقي لو اللي مش محتاجاه هيخرج بره الجسم. الداينامكس بتاعتنا اكسترا سيلر ايونايزد كالسيوم بلاي اسينشال رول ان نورمال نيرف ومسل اكسيتابيلتي. قلنا كالسيوم على طول يجي في دماغي، نفس قصه المغنيسيوم الاعصاب والعضلات، بس قلنا الكالسيوم في العضل بيعمل ايه؟ بيعمل كونتراكشن، على طول تيجي في دماغي كده. كالسيوم is integral to normal functioning of heart and kidneys and lungs، أساسي في الثلاثة organs دول،
وكمان افكتس ان بلاد كواجوليشن، في كتير من الكواجوليشن فاكتور معتمد على الكالسيوم، الكالسيوم بيشتغل عندي في قصة تجلط الدم as well as cell membrane و capillary permeability. يعني من الاخر يا جماعة هو بيقول لكم الفانكشنز بتاعت الكالسيوم ايه، مهم عندي في اللانجز في الهارت في الكيدنيز وفي الكواجوليشن. الكالسيوم is a factor in neurotransmitter و hormone activity، برضو عامل مؤثر في الهرمونات في الميتابوليز والتمثيل بتاع الامينو اسيدز. بيدخل الكالسيوم بصوا يا جماعه في التفاعلات البايو كيميكال في الجسم كله، دايما الاقي الكالسيوم ده ايه حاجه بتساعد في التفاعلات انها تحصل في امتصاص الفيتامين بي 12. خلاص كمان في موضوع طبعا البون والنو والتوث فورميشن بالنسبه للاطفال طبعا. الثيرابيوتكس بتاعتي قلنا من هو الانتيدوت بتاع المغنيزيوم، خلاص كل الانتي دوتس كده نجمعها في دماغنا، بروتامين بتاع الهيبارين، كالسيوم ومغنيزيوم انتي دوتس لبعض، ده الانتي دوت بتاع ده وده الانتي دوت بتاع ده. عندي الانتي دوت بتاع الديجوكسين كان الديجي بايند، الانتي دوت بتاع الوارفرين الفيتامين كي، اجمع كده المنهج في دماغي. سترينثن مايوكارديال تيشو افتر ديفيبريشن، يعني لو انا الديفيبريشن ده اللي هو عارفين لما بنشوف كده لما حد بيجيله كاردياك ارست وبيشحنوا حاجه وبيعملوا له ديفيبريشن اللي هو بيعملوا له صدمه كهربائيه على القلب، خلاص فبدي الكالسيوم يعمل انعاش ويزود الكونتراكشن بتاع القلب. خلال طبعا الطفوله بيبقى في احتياج زايد والمراهقه احتياج زايد للكالسيوم عشان لسه في مرحله بناء العظم والاسنان طبعا. ميجر كلينيكال انديكيشن للاي في كالسيوم اكيوت هايبوكالسيميا، لو انا عندي نقص في الكالسيوم حاد بدي اي في كالسيوم، ساعتها لازم ان انا اعمل رابيد انكريس في الكالسيوم ليفل، ما يقلش عندي الكالسيوم علشان ما يحصل از ان تيتاني، حالات التيتاني اللي هو التشنج التيتاني، كاردياك اريست لا قدر الله ممكن يحصل عندي القلب يقف، فيتامين دي ديفيشنسي، الكالوزيس، هايبوكالسيميك and hypocalcemic reaction during exchange transfusion، كل ده ايه ممكن يحصل، فعشان كده لازم ادي IV كالسيوم. oral calcium commonly used to supplement في calcium deficient diet، يعني الناس اللي ما بتشربش لبن كتير، ما بتاكلش زبادي، ما بتاخدش كالسيوم من اكلها كافي، بدي انا كالسيوم من بره عشان امنع الاوستيبروز اللي هي هشاشة العظام، اوستيوماليشيا لين العظام اللي بيحصل اهو softening of bones، بيحصل مني في الاطفال طبعا. استخدام الجلوكوكورتيكويز لمدة طويلة يؤدي إلى الهايبوكالسيميا، فلازم يؤدي إلى الأوستيوبوروزيس هشاشة العظام، فأنا بدي معاه كالسيوم وفيتامين دي. الأكشنز الديجوكسين ممكن يعمل كارديك أريزما مع الكالسيوم مع بعض، كالسيوم شانل بلوكرز أكيد، يعني أنا بدي كالسيوم شانل بلوكر، يعني حاجة تقفل دخول الكالسيوم، هو أنا مدي كالسيوم من بره أكيد ده هيقلل الريسبونس بتاع، أنا كده بناقض نفسي يعني بدي حاجة وعكسها، بدي حاجة تقفل الكالسيوم وبدي كالسيوم. تترا سايكلين نيد تو إن أكتيفيشن، مهم قوي بقى الموضوع ده. تترا سايكلينز دول مجموعة من المضادات الحيوية، إحنا ما جبناش سيرتهم بصراحة، لكن التترا سايكلينز دي مجموعة من المضادات الحيوية اللي ممنوع استخدامها على الأطفال لأنه بيمسك في الكالسيوم، ولما بيمسك في الكالسيوم داخل الجسم بيمسك في العظم وبيمسك في السنان وبيعمل لي تشوهات او مشاكل، فانا ما ينفعش ان انا ادي كالسيوم كدواء وادي معاه التتراسايكل، خلاص هيمسك في بعض وهي ايه هيقتلوا مفعول بعض. بيتا بلوكرز بيقلل برضه الايفكت بتاعها. توتال بارنتال نيوتريشن دي بقى مهمه قوي بالذات في شغلي بصراحه، احنا عندنا الكالسيوم ده بيعمل لنا مشاكل صراحه واحنا بنحضر التي بي ان، مع انه ضروري ولازم ان انا ادي ليه؟ لان هو الكالسيوم والفوسفورس بيمسكوا في بعض ويعمل لي كومبلكس، يعمل لي حاجه كده يمسكوا في بعض يعملوا لي مركب، المركب ده لو لا قدر الله دخل الجسم ممكن يوصل عندي في الشرايين بتاعه الرئه ويعمل لي جلطه ولا قدر الله ممكن يؤدي للوفاه. فالحل ايه يا جماعه؟ الحل ان احنا بنفصل ما بينهم بحاجات في النص، كالسيوم ده اخر حاجه تتحط في المحلول ولازم احط حاجات معينه عشان تمنع تكون الكومبلكس وتمنع ان هما الاثنين يمسكوا مع بعض. احيانا ممكن اشوف الكومبلكس ده بعيني واحيانا ممكن ما اشوفوش، ودي خطوره الموقف. طيب نيجي للسايد افكتس او ادفرس افكتس بتاعت الكالسيوم.
كالسيوم بريبريشن، ممكن طبعا يعملي هايبر كالسيميا اللي ممكن بقى تبني على شكل ايه، شوية دوخة لسرجي يعني، حد كده مدروخ مش مصحصح معايا، مصل ويكنس، تعب في المفاصل، هيدك، صداع، كونستيبيشن، امساك، ميتاليك تيست، احساس بايه، طعم ميتاليك. مهم قوي ان انا اعرف ان رابيد انترافينوس انفيوجن اوف كالسيوم جلوكونيت ممكن يقدر الله يعمل لي كاردييك اريزميا. فالكالسيوم برضو من الحاجات اللي ايه لازم تتاخد بمنتهى الحذر، ممكن تعملي كارديك اريست وكوم. اخلي بالي من تريتمنت اوف هايبر كالسيميا، لو انا حصل لي ان الكالسيوم بقى عالي زياده عن اللزوم بدي سالاين وبدي لوب دايوريتكس عشان برضو اتخلص من الكالسيوم الزياده. ثانك يو. وفاضل لنا اخر